صباح الخير عليكم. من الحاجات الجميلة برضو اللي جاتني في الرسالة جنيه 2005، وأنا بشكر برضو حبيبي وصديقي العزيز الحاج صالح على الهدايا الجميلة اللي بعتها لي، منها جنيه 2005. بقول شكرا، حاجة قيمة جدا وحاجة محترمة جدا. وبرضو بعرضه عليكم، هو جايني منه عدد حوالي 10 قطع بحالتهم، طبعا حالة جيدة جدا، حالة ممتازة. والأسعار طبعا السوق متضارب ما بين 5000 جنيه القطعة، ما بين 3000 جنيه، ما بين، والتجار بيقولوا لا هو سعره مختلف. وشفت على موقع البيع لقيته بحوالي 20 دولار، وأماكن تانية ب30 دولار. فاحنا الحقيقة مش عارفين نحدد السعر، لكن بسيبه برضو لحضراتكم، ولو في حد معروضة للبيع برضو، لو في حد عايز يشتري يتصل على الرقم الموجود على القناة. تحت أمر الجميع، وصباح الفل عليكم.